صلى الله عليكم. ما حكم قول الشيء الفلاني على كف عفريت؟ نعم، وما حكم قول الشيء الفلاني في الدنيا مثلا على كف عفريت؟ لا دليل على هذا، هذا من كلام العوام، هذا من كلام العوام. الدنيا كلها بيد الله سبحانه يدبرها، هو الذي يدبرها وليس العفاريت هم اللي يدبرونها. نعم.